أسعد الله مساءكم أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة، برنامج رمضان أهلنا. رمضاننا ويومنا لهذا اليوم من منطقة الكاظمية المقدسة. نبدأ حلقتنا بين أهلنا وناسنا من أهالي مدينة الكاظمية وضيوف مدينة الكاظمية المقدسة، حتى نشوف الأجواء الرمضانية ما بعد الإفطار شلون هالأجواء هنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة علينا وعليكم على أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. تقبل الله طاعاتكم أجمعين. أشكرك أشكرك. شكرًا. أنا من كركوك. من كركوك. نعم. حياك. أشكرك من نعم من نصلك. من قال حيا. شلون شفت الأجواء؟ جميلة جدا، روعة ما شاء الله تبارك الله. صلينا التراويح بسيدنا الإمام الأعظم وجينا نزور سيدنا الإمام الكاظم. نسأل الله أنه يديم هالأمن والأمان على عراقنا الحبيب، على الأمة الإسلامية، وينعاد رمضان أعواما وأعمام إن شاء الله. كركوك شلون؟ كركوك حلوة، تسوى بأهلها. طيبين عسل. الحمد لله. مدينة التآخي والتعايش السلمي. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. حياتنا لأهالي كركوك. حياكم الله حياكم الله. الله يسلمك. عليكم السلام. علينا وعليكم إن شاء الله الصحة والعافية. دائما تجون الكاظمية؟ والله أنا دائما أجي، يعني من أجي شيخ عبد القادر، شيخ إمام أبو حنيفة، الإمامين. نعم هاي ثابتة، من هاي ثابتة، يعني كل ما أجي أنا وأستاذ سالم عندنا أعمال دائمية ببغداد نجي. اي فهذا منهاج ثابت. يعني الاجواء الرمضانيه بالكاظميه بعد الافطار تكون اكو حركه واسعه. اي لها طعم خاص طبعا، لها طعم خاص طبعا بهاي الايام الشريفه المباركه طبعا. من وين؟ من كركوك ايضا؟ انا من الموصل. اي اي من الموصل. والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يسلمك. الله يسلمك. امنياتكم بهذا الشهر المبارك. والله احنا نطلب بس الامان والاستقرار لهذا البلد في كل بقعة فيه ان شاء الله. والتآخي موجود عندنا بكل مكان، والمحبة والخوة. تحياتنا للموصل وكركوك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا علينا وعليكم بصحة وسلامة ان شاء الله. عمري انا سهل من بغداد ان شاء الله. من بغداد جديدة. نعم. بعد الافطار الكاظميه المقدسه تصير يعني اجواءها حلوه، اجواء روحانيه، تجمع للعراقيين بكل مكان تلقاهم موجودين في الكاظميه. نعم تلم شمل كل العوائل، تلم كل الطوائف. خلينا نقول هذا امام مفترض الطاعه، الناس كلها تزوره بعد الافطار وقبل الافطار، والناس كلها تطلب حاجات من ابو طلبه. امين. نعم انه لكم ان شاء الله اكثر امنيه المناه تتحقق بهذا الشهر. انا اشوف هذا البلد مستقر متعافى ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وتنجمع كلها بخيمه واحده. امين. الله يسلمك. الله يرحمك. السلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. وكل عام ان شاء الله قناه فلوجه بالف خير ان شاء الله، والازدهار ان شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. والله خير من الله ما شاء الله. الكاظميه هي هاي معروفه بايام ليالي رمضان ان شاء الله، خاصه بعد الفطور وقبل السحور ان شاء الله خير وبركه. ان شاء الله. زياره وان شاء الله كل الطوائف وكل العراقيين. نسال من الله ورسوله واهل بيته ان يديمها على العراقيين ويستر العراقيين ان شاء الله ويحفظهم. الى اماكن ثانيه لو فقط؟ والله لا، والله بس الكاظميه كربلاء نطلع ان شاء الله. اي يعني بعد احنا هم العمر كبرنا مو صغار. حياك الله. للصغار للشباب. كلك شباب. الو شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم شيخنا العزيز. رمضان كريم علينا وعليكم وبالاخص قناه الفلوجه وجمهورها الكريم. اهن العالم الاسلامي عموما وشعبنا العراقي. امنياتنا بهذا رمضان ان يكون رمضان سلم وامان لشعبنا العراقي. وامنياتنا لكم قناه الفلوجه ان تكونون في تواصل مع هموم وابناء الشعب العراقي. بخدمه الناس ويدللوا الناس. هذا شأن بكم مو هسه وانما من زمان من خلال برامجكم اللطيفه اللي تنطينا يعني نبذه تاريخيه احيانا عن الاحداث اللي صارت بالبلد وهذه. لذلك قناه الفلوجه لها مكانه عندنا. الله نشرف فيك ونشرف بكل مشاهدينا. اهلا وسهلا. اليوم المشايخ وشيوخ العشائر عليهم مسؤولية كبيرة تجاه. نعم. البلد. نعم. اليوم تشوف انه الشيوخ ورجال العشائر اليوم على قدر المسؤولية بمشاكل البلد، بالنهوض بواقع البلد. هم العشائر أدت جزء من دورها، بس لإكمال دور العشائر يجب أن يكون هناك قوانين وتشريعات من الدولة تنطي للعشائر الاستحقاق
لأن العشائر بالفترة اللي تلت تغيير النظام السابق العشائر قامت بدور بالحفاظ على المال العام على السلم والأمن الاجتماعي، لكن أنه تترك أنه لمبادرات العشائر فقط دون أن يكون إلها مثلا امتداد من خلال المؤسسات التشريعية أو المؤسسات التنفيذية حتى تقدر العشائر تطلع بدورها في دعم الدولة، ما تكون بديلة عن الدولة وإنما تكون داعمة للدولة. سند. حياك الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بكم. السلام عليكم. رمضان كريم. السلام رمضان علينا وعليكم وعلى أمة محمد. الله يسلمك. الله يخليك. من وين؟ من بغداد. من كربلاء إن شاء الله. كربلاء. حياك الله ورمضان كريم عليك وعلى أهل كربلاء. وعلى أمة محمد إن شاء الله. آمين. الله يرضى عليك. شلون كربلاء؟ والله بخير، رحمة من الله. هذا رمضان خير إن شاء الله وبركة. حلوة كربلاء. الحمد لله خير من الله. الزيارات تكون برمضان. كلش قد يعني كل يوميه ورا الافطار، يوميه ورا الافطار خير يعني كربلاء تشهد توافد الزائرين. لا اللي يجون من كربلاء كاظميه اسبوعيا، لا كل خميس اي السبت، يعني بايام العطله مال المدارس تجي العالم. شنو اليوم اكثر امنيه تتمنى تتحقق انت كشاب من كربلاء؟ اكثر شيء تتمنى؟ انا ابني مريض مرض سرطان واتمنى موسى الكاظم يقوم لي بالسلامه. الله يشافيك يا ابو النبي وجاه الامام. الله يسلمك يا اخويا. قوم وشافى يا رب. الله يبارك فيك، رحم الله والديك، بارك الصلاه على محمد وعلى محمد. هاي اكثر امنيه تتمنى؟ اي والله يا رب ان شاء الله، وكل من يشاهدنا يدعي لابنك بالسلامه يا والديك. الله يسلمك يا اخوي، الله يحفظك، رحم الله والديك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله علينا وعليكم ان شاء الله وعلى قناه فلوجة الذهب، رحم الله والديك، الله يحفظكم. شلون الأجواء الرمضانية ببغداد بسرعة؟ والله يعني خير ونعمة إن شاء الله، ونسأل من الله التوفيق وعلى شعبنا العراقي إن شاء الله يديم المحبة والأخوة إن شاء الله. أي والله. جاي وحدك ويا جماعتك؟ لا والله وحدي، جاي من محافظة الناصرية. الناصرية. أي الناصرية. رحم الله والديك. من الشيوخ مين؟ لا والله من قضاء الغراف. من الغراف. أي. رحم الله والديك، الله يحفظك. الناصرية بيها أكثر من تجمع ثقافي وبيها أكثر من مكان ترفيهي، تحتاج إلى ديموم الأماكن السياحية، زيادة الأماكن السياحية والثقافية برأيك؟ طبعا طبعا طبعا، الفود وسوق الشيوخ همين ومنصب الشهيد، يعني هناك الأكثر شيء ناس تروح لتجمع سياحي وشيء، حتى من بغداد منا قاعدين يروحون له. حياتنا جميع الناصرية وسلامنا للناصرية. الله يسلمك. السلام عليكم. حبيبي عليكم السلام، علينا وعليكم إن شاء الله يعود بالصحة والسلامة والأمان على الجميع يا رب. الله يخليك. من بغداد لو؟ أي نعم من بغداد، صدر القناة. من صدر القناة. أي نعم حبيبي، الله يحيي أصلك. أكثر الأوقات اللي تحبون التواجد بها بمدينة الكاظمية أوقات؟ والله صراحة إن هي مو شرط، هي الكاظمية بالأيام العادية بها أجواء روحانية حلوة، شلون لعد برمضان، فأيام رمضان تكون لها يعني خاصية أكثر بالأجواء الروحانية، خاصة من وقت يعني وراء الفطور إلى السحور يكون وقت كلش جميل وأجواء حلوة، ومثل ما تشوف العالم والعوائل، فأجواء كلش جميلة إن شاء الله. أكثر أمنية تتمنى تحقق شنو؟ والله مثل كل شاب يعني الأمن والأمان للشعب العراقي، احنا ما نريد غير هذا الشيء. متزوج لا؟ لا خاطب. يا بالي ادعي لك تتزوج، طلعت انت خاطب متقدم خطوه. خاطب اي ان شاء الله ما رب تتزوج وتكمل على خير. فدوى لقلبك، فدوى لقلبك حبيبي حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله عليكم ان شاء الله. ممنون. شلون اكثر شيء موجود من تراثنا او من موروثاتنا بالرمضان موجوده لحد الان؟ اكو اشياء يعني موجوده لحد الان تداول بين الناس برمضان؟ والله استاذ اشياء هوايه، منها الاشياء الحلوه العوائل اللي تسوي اكل، واحد يعطي جيرانه او ياخذ لاهله، هاي اشياء حلوه مثلا يسوون دولمه ياخذون يعطون للجيران ويعطون مثلا يوزعون على العالم. هسه اشوف العصريات يسوون افطار ويعطون العالم، هاي اشياء حلوه خصوصا مثلا بالصحن لما كلهم يتجمعون ويعطون افطار، هاي اشياء حلوه تراثيه مثل ما يقولون، يوزعون اكل ويوزعون اشياء وعلى طول واحد يمر على خصوصا بهاي الايام. نسمعكم مطاعم مجانيه عفوا مو صحيح؟ اكو 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 هواي يسوون، الحمد لله اهل الخير هواي الحمد لله. طبعا انا مو موجود بالعراق، وين؟ انا خارج العراق وجاي هنا انقضي، بس بالاصل هم من اهل الكاظميه الحمد لله والشكر. أجواء حلوة، أجواء روحانية، واحد يفرح بهيك شيء. ممنون أستاذ. ممنون ممنون. خلينا نشوف الشباب هنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم وعلى مت محمد إن شاء الله. شلونك؟ شو أخبارك؟ يا ساعة تبقون بالمدينة الكاظمية؟
والله احنا اول يوم نجي زين تقريبا نسحر ونطلع ان شاء الله بحيل الله اهل البيت نبقى للسحور ان شاء الله. اليوم صاحبنا محمد جاي من بالسياره مالته يزورنا حبيبي يزور سيارته ويزورنا اي والله شو يسوي الله يتقبل ان شاء الله يتقبل منكم. منو اكثر واحد بيكم من هاي المجموعه من النوع اللي يورط بالعزايم يعزم ويورط؟ والله اليوم جبت يشتغل وياي علاوي وجبنا له غدا اخذت فلوس من عنده. هو من العازم انت؟ هو اللي يشتغل وياي وجبت فلوس من عنده. اي وكان يشتغل وياي بطلته. اي واليوم جاي اعطيته الاسبوعيه بالكيت يصرف علي. اعطيته اسبوعيه يصرف علي؟ اي اي مو هذا خاف احكي قدام الكاميرا مو حلو. يلا مشكورين. ها بعد؟ يلا السلام ورحمه الله علينا وعليكم ان شاء الله. المجموعه اللي انتم بيها مجموعتك هاي اصدقائك اكو واحد من عندهم بخيل كلش قوي يطلع دينار؟ اي اكو. منو؟ بده يصور؟ اي جاي يصور. ليش ما يطلع دينار؟ هيجي دا زين شو تسوي له حتى جبره يدفع؟ هسه اليوم اجى هذا تو حكي وياك ايش قال لي؟ قال يا بسوي مصلاويه على قولته انه مصلاويه كلمه يدفع من جيبه مو لولا فشو نفس الشيء دفعنا مدري شنو جبايه ما دفع اي يقول ما عنده خط اي ماكو على وقت تحكون وياه حل شلون شو تسوي من قناتكم وايد جميله تحكون احمد واديك يطلع ما بجيبه يصرف اي والله موتني شو اسمه اسمه باقر جاسم باقر خوي اصرف مو زين بقي بجيبك الفلوس حبيبي تحياتي لكم الاجواء الرمضانيه في مدينه الكاظميه المقدسه مميزه جدا بطيبه اهلها المتواجدين من جميع مناطق العراق خلينا ننتقل الى مكان اخر واحنا امام مرقد الامام موسى الكاظم عليه السلام الجميع العراقيين متواجدين في هذا المكان ما بين الزياره وما بين التبضع وما بين التواجد في هذه المنطقه واليوم ما شاء الله الجو كلش حلو وطيب من هذا الجو الطيب والاجواء الطيبه خلينا ننتقل الى مكان ثاني السلام عليكم حجيتنا شلونك الله يسلمك عيون علينا وعليكم يا قلب الحمد لله عيون وانت بألف خير يا قلبي من يا مكان من بعقوبه من دياله شلون هدياله والله حياتي دياله كل شيء ما بي اي والله اي والله اي والله اهلها طيبين وناسها طيبين الله يسلمك يا عمري عيوني قلبي اجواء رمضانيه بدياله شلون عليكم والله الحمد لله بخير اكو اماكن حلوه تقعدون بيها بدياله تطلعون بيها اي مبلا والله اكو بين الجسرين واي والله اي والله حلوه اجواءها يعني دياله يقول لك بعدها برتقالها طيب لو خرب لا من صار الفيضانات راحت دياله والله يبدا عندك وماكو هسه برتقال لا مو مثل قبل اي زين اجيتنا اهل دياله شنو اكثر الاكلات يحبوها برمضان؟ والله الدولمه والكبه والشرب وانت العدس شلون دياله بشنو مشهورات اكثر شيء؟ امهات دياله قديمات اكثر شيء بشنو؟ مضبوطات لبن وتمر لبن وتمر لبن وتمر؟ حجيه هاي مو اكله لبن وتمر هاي موجوده بكل مكان اكله اكله حجيه سووها شنو طيبه؟ يعني سمك لحم تقلا امهات قبل طباخات ماهرات اي صحيح؟ اي والله هسه بنات هسه شربه مال عدس تعال اقول لك حجيه بنات هسه شلونهم بالاكل؟ بنات والله شربات نفسها يتنقرز النوب كباب نوب كباب من المطاعم دجاج تشوي كله من برا ما يركبون اي ايش قلتي بنا شنو نقرزه كلها على الجريده وذبها شو هاي على الجريده يعني يفرش الجريده ويذبنها ها يعني هيك الاكل اي شيء سوينا يطبخنا اي ويذبنه انت وين انتو وين قبل اكلكم لا صيانه لا مو صيانه وثريد وبانيه ولحم وتمن هاي ابهاتنا كل واحد كرشيها الكبرى عجيه اي عيون انت قلاب فدول قلاب مو مثل هسه اي مو مثلنا لا اي بلا والله اكثر امنيه تتمنيها حجيه بشهر رمضان شنو؟ والله اتمنى السعاده والامان للعراقيين اتمنى كل شيء لهم حبيبتي الامان احنا ما نريد امين يا رب اي والله والله بس هاي حلوه هوايه تريد تطلع شلون ايش تعاي شو اسمك؟ ساره ساره شلون الساره؟ زينه زين ساره انت من دياله؟ أنا منك أي من ديالة من ديالة فدول هالخدود هاي خدود ديالة هاي أقول لك سارة أنت تداومين مدرسة ولا لا؟ لا والله ما تداومين ليش؟ ما قاعدين لا بالعكس إن شاء الله تداومين إحنا واحد يساعده شنو حجية؟
احد ينطش رمضان هذا. اها والله حجي احنا على يعني تجوال بالكاظميه. اقول لك حبيبي شنو اللي تتمني انت ان شاء الله برمضان؟ شو تصيرين؟ اتمنى الصوم. منين تصومين؟ ليش ما تصومين؟ اي يلا ان شاء الله يا رب تقدرين تصومين. يلا يا ورده بالسلامه حجيه. تحياتنا لديار ويناته وانت فد ولقلبك ان شاء الله. تحياتنا لاهل الدياله وكل محافظاتنا الكريمه. وخلي نشوف عائلتنا الكريمه هنا. السلام عليكم، رمضان كريم. الله يوديك الله يسلمك وبخير. هاني من كسر وعطش. من كسر وعطش. ايه الاجواء عندكم كسر وعطش تعالي زين الحمد لله. زينين. شوفك الكاميرا. لا ما اقدر. براحتك براحتك. فريق السلام. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. علينا وعليك على امه محمد. الله يحفظك. شو الاجواء الرمضانيه بالكاظميه؟ والله خير من الله. اول شيء تنفتح النفسيه. واحد بعد الافطار يعني وين يروح؟ اقرب شيء للامام الكاظم سلام الله عليه، هم قاضي الحوائج وهم ان شاء الله عندنا هوايه امور ندعو من رمضان تنحل علينا ان شاء الله وعلى امه محمد. الله يتقبل. فدول قلبك. من اي منطقه؟ من حسينيه. من الحسينيه. اي فدول. الحسينيه ما بها يمكن اماكن ترفيهيه او نوعا ما بها اماكن ترفيهيه، بس بسبب الوسيله الموجوده كسيارات شيء يعني واحد يحب يطلع هاي. ايه ورمضان ننتظر الفطور شوي وقت حتى واحد يغير ان شاء الله غير جوي غير فدول قلبك يا روح انت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. خلينا نشوف الشباب هنا. رمضان كريم. عليكم حبيبي الله يسلمك. من المنطقه؟ والله من المدينه. من المدينه حياك الله. حيا الله المدينه. شلون مدينه الصدر؟ والله الحمد لله زين الله وديك. الشباب مدينه الصدر وين يقضون ايامهم برمضان بعد الافطار؟ هي منطقه شعبيه نفس المدينه. ايه محبس وسوالف يعني. ايه تجمعات لعبات محبس لعبات يعني. وين اكثر اماكن تصير فيها لعبات؟ قطاع 19 55 هي المناطق الشعبيه يعني. كل شيء هاي اكثر مناطق شعبيه بالمدينه. اي يعني هاي المناطق الشعبيه. عندكم الواعيب هناك ما بحبس فرق قويه يلعبون. يا مناطق بغداد هم عادي. اي مدينه الصدر بها رياضيين هوايه بعد. اي منطقه بعدها بعدها هواي بها رياضيين والله. شنو امنيتك انت كشاب من مدينه الصدر؟ والله الامن والاستقرار للعراق والله. وظائف للشباب هاي الخطيه والله. الله يهديك الله يهديك من عينك والله. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله علينا وعليك اجمعين ان شاء الله. الله يخليك. حي بكم قناتكم الفضيله. الله يحفظك. شلون اجواء رمضانيه؟ والله الحمد لله بخير يا ربي. تنعاد على العراق وعلى الامه الاسلاميه يا ربي. وتقبل يا ربي الصيام وصالح الان حبيبي. اشكرك. اكثر شيء تتمنى يتحقق برمضان تقول يا ربي يصير؟ يا رب الامان والسلام على العراق يا ربي. ان شاء الله. وان شاء الله العراق للافضل يا رب. ان شاء الله يا رب. أنا أشكرك حبيبي. أشكرك. خلي نشوف الأجواء. هذا مرقد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أجيتنا شلونك أمه؟ خير بنعمة. كريم علينا وعليكم ويعافيكم إن شاء الله ويوفقكم ويديم رب عليكم بالصحة والعافية. الله يستجاب منك يا رب. كريم إي والله ويستر على أمة محمد. من أي منطقة؟ أنا من ذي قار. من ذي قار؟ اي والله النعم، النعم الناصريه. اي والله الكرم الناصريه. بعد قلبي. الله يحفظك. بعد روحي. امهات قبل مرتبات معدلات معدبرات. معدبرات اي والله. هسه نسواننا شلون؟ لا مو خوش. لا ابد. للتالي مو خوش؟ لا لا على راس بس مو مثلنا. مو مثلكم. ما يتحمل مثلكم. ما يتحمل. مو صبوره. تحملنا جوع، تحملنا ضيم. تحملنا يجوز يشوفونا بنات. بنات هذا جينا يزعلن خطيه. يزعل يزع طبعا يزعل. يزعلن يحشون علينا. لا 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 بناتنا ذني كل الخير وبركه. بس انتوا الاصل. انتوا الاصل ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظك حجيه. الله يحفظك حجيه. بعد اكلك تسوين اكل تسوين لو ما تسوين؟ اي اسوي. طبخين؟ إيه؟ شنو اكثر اكل؟ كل كل شيء يطلبوها العائله. دولمه، كبه، مخلمه، كباب، تمن، مرق، تطبيق. حلو. زين حجيه بالناصريه بعد هاي الصواني تتداور بين الناس ومعيكم؟ اي احنا اهل الخير اهل الناصريه. أيوة. اهل الكرم. نعم. اي مو مثلكم هنا انتم ما تضيفون. والله ما تضيفون. لا ما تضيفون. يوم بغداد؟ يومين وتالي قلب خلقته. هاي بغداد؟ اي بغداد. الحجيه أي. تعتب عليكم يا اهل بغداد تقول يومين كرمكم مو اكثر. كرم الناصريه ايش قد يدوم؟ يا يدوم لحد ما يروح الضيف. هسه ما شاء الله. لا بأس. الله يحفظك. بعد قلبي. صح يا ربي يطول بعمرك. الله يخليك. الله يخليكم. الله يعزك. الله يستر عليكم يما. خلينا نشوف الوياك. السلام عليكم. رمضان كريم. سلام. اهلا وسهلا. علينا وعلي. ويا الحجيه. الله يسلمك. يطول عمرك. والدتي. والدتي. الله يسلمك. الحجيه شويه تقول لك امهات قبل مرتبات.
على بنات هالوقت شوية يعني تقول مو هالقد يختلفن. شنو اختلاف أمهات قبل عن هذا الجيل؟ أكيد يختلفن. شنو الاختلاف؟ أكيد أكو اختلاف. شنو والله يعني إحنا قبل أنا أعتبر ويا والدتي يعني زمن قبل يختلف عن هسه، يختلف عن جيل هسه، البنات هسه يختلفن بهواي شغلات بصراحة. زين. يعني نادرات أمهاتنا نادرات. أي نادرة. يعني ما أعممها وأقول لك الكل. مو الكل. لا مو الكل. إحنا يعني الكل يعرف. الصغير والكبير يعرف نساء قبل ما أجن مثيل إلهم. طبعاً أكيد. أي صحيح. زين. زلم الناصرية يتدللون بأكلهم يتطلبون. والله أنا مقاطعة الناصرية لأن أنا مزوجة هنا ببغداد. بغداد. حجي ما عاجبها كرامها البغداد. لا لا بالعكس هي ما جاي تحكي يعني لا أبدا لا بالعكس هي دائما على طول متواجدة ويا يمي هنا. الله يحفظك. لا ما ماكو اختلاف. الله يوفقهم أهل بغداد. وفق الحكومة إن شاء الله. وفق الجيش. احنا منشوف أمهات قبل نحس بالفرحة. بعد قبل. ما دام وجودكم موجود بالحياة. أمان واطمئنان. إحنا وجودهم مسارية بالبيت. والله العظيم. أي والله العظيم. اليوم حسين لازم نأدي الدور علينا كأبناء. أي طبعاً طبعاً. أي طبعاً طبعاً لازم لأن هي دائرة تدور علينا مهما كان. والله العظيم. أي. الله يحفظكم. يعني ازرع طيب تلقى طيب. صح. أي. بتقولها أنا لو ينطرني سلاح أنا أطلع ويا حشد الشعبي ويا الجيش. سلمي. والعباس المفاضل دعائك كافي والله كلام الله يبارك فيك والله خال ان شاء الله خير على راسي طريق السلام ورمضان كريم رمضان كريم على امه محمد اجمعين ان شاء الله عليكم ان شاء الله زين يوفقكم السلام عليكم رمضان كريم رمضان كريم هالجميع ان شاء الله الله يخليك رمضان الله يسلمك موفق ان شاء الله شلون الاجواء رمضانيه بالكامل والله الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر زوار خير من الله والحمد لله وشكر الله رمضان كريم ان شاء الله على الجميع ان شاء الله من الكاظميه ولا من يمنطقه لا من منطقه المشتل شلون هالاجواء بعد الافطار بالمشتل والله الحمد لله وشكر امان والحمد لله وشكر اكو اماكن يعني قعدات شبابيه اماكن حلوه والحمد لله وشكر امان موجود والحمد لله وشكر زياره حلوه زين اليوم الموروثات الشعبيه لعبه المحابس موجوده الصواني العراقيه موجودة وامتدت هسه من هسه هي يعني وامتدت والحمد لله وشكر وهذا الشيء يعني معروف عليه كل سنوية مال رمضان ما رمضان فهي موجودة دائما لعبة الحبس موجودة في كل المناطق الشعبية الله يحفظك تحياتنا للمشتل الله يخليك الله يسلمك حبيبي السلام عليكم السلام عليكم علينا وعليكم ان شاء الله صيام مقبول قبل الطاعات الله يوفقك يا عزيزي يسلمك من يومك بغداد مدينة الصدر مدينة الصدر؟ نعم مدينة الصدر شلونها مدينة الصدر؟ بخير وانتم سالمين حلوة مو؟ بهلها وبناسها طيبين بعزوبيتها بغيرها برجالتها كل شيء هي طيبة أكثر شيء مميز بمدينة الصدر بعد الإفطار شنو؟ والله هي احنا عندنا عائلات نقول مثل ما يقول تسيورة مضايف قاعدة عرب نقاش ديني معلومات دينية عن الصيام شنو الافطار اللي يفطر الصيام شنو اللي مثل ما يقول مبطلات الصيام نتجنب الموضوع الغيبه وهاي السوالف محرمات الله يبقى شهر الطاعه والغفران والذنوب امين جميع ان شاء الله جميع. يا حبيبي حياك الله عزيز خلينا نشوف هنا اخوان السلام عليكم عليكم السلام وعلينا وعليكم ان شاء الله الله يحفظك يبارك فيك والله شلون الاجواء الرمضانيه في الكاظميه بسم الله الرحمن الرحيم هذا شهر الطاعة والغفران شهر رمضان الكريم أن يعاد على الشعب العراقي بالخير والبركة أجواء رمضانية كما تشاهدون في حضرة الإمام موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهم السلام أجواء رمضانية والناس يعني الحمد لله والشكر أنه عايشين بخير وسلام آمين يا الله الله إن شاء الله رمضان كريم السلام عليكم وعليكم السلام علينا وعليكم وانت بألف خير وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله الله يخليك من تاج الشاطئ من تاج الشاطئ تجون بين فترة وفترة لو كل أسبوع مرة الكاظمية بالأسبوع مرة نجي حلوة أجواء الكاظمية بعد ليش حلوة أكيد أكيد أكثر شيء تتمنى يتحقق بعد أيام رمضان شنو يعني أمنية خاصة الله يزوجك يا رب لا لا انا متزوج الحمد لله وشكرا الحمد لله زوجتي لا زوجتي زوجتي حقك كان على القصد ان شاء الله الله يخليك شنو اللي تتمناه لكن اليوم
المناطق اطراف بغداد بها اجواء رمضانيه، يعني بها تجمعات بعد الافطار، بها حركه لو لا؟ يعني منطقه ومنطقه، مو شرط، حسب المنطقه يعني. ايه طيب. رمضان كريم خويا. رمضان كريم علينا وعليكم. الحمد لله بخير وانت بألف خير. اليوم النساء الكبار بالسن يقولون يعني نساء هالوقت، يعني جيل الشباب شابات مو مثل قبل، يعتبون عليكم، يقولون مو مثل قبل. ليش؟ يعني بصبرهن، بطبخهن، كل شيء. لا مو شرط، هو مو شرط، كل من وطبعه والبيئه اللي هو عايش بيها ويتحمله. صار لكم كم زوج؟ 4 أيام. ما شاء الله، زواج جديد، الف مبروك. اي الله يبارك فيك، رحم الله والديك. ان شاء الله الرياض الصالحه، ان شاء الله. ان شاء الله للجميع يا ربي، ان شاء الله. ما شاء الله، يعني 4 أيام وزياره اليوم الكامل. الحمد لله، الله يتقبل ان شاء الله الجميع يا رب. الزواج اليوم متعب على خلا اسال الشاب هذا، مو شكو عليكم انتم متزوجين قبل، مو البنات يتزوجن قبل؟ فاكيد هو يعني مسؤوليه يعني كبيره، يعني خصة تزداد المسؤوليه اذا صار اطفال، فهي يعني واحد يفكر لها من البدايه. مو اكو يعني شاب يتزوج وقبل الزواج، اي بدون دراسه، اي بدون دراسه، وهاي خصه بهالوقت هذا يعني. فانا بالنسبه لي خريج، انا خريج بس لحد الان ما متعين يعني. درست الزواج قبل ما تتزوج؟ اكيد هذا الشيء اكيد، لانه مو شيء هين الزواج. طبعا لا طبعا، هي مسؤوليه كبيره. زين انت صار لك 4 أيام طبخت زوجتك ولا لا؟ بعد ما طلع؟ لا بعدني. بعدني. زين كنت على كل تحبه وما تحبه قال لي مو ولد عمي يعني. احنا ولد عم. اي طبعا. زين واذا اليوم سويتي مو يعني الشباب يعني بالاخص يعني الشاب اللي مزوج جديد يريد يشوف زوجته يختبرها بالاكل. هو مختبرني بالخطبه يعني عادي، هو ابن عمي يعني مو غريب. اي اكيد. سوي اكله في اليوم قال لك هاي بعد اسويها خلاص تنتهي العشره حتى. اذا اكل ماسخ بملح عادي ما يحكي. بالنسبه لي انا حتى لو محترق من نديها عادي. عادي مره حبيت الاكل وعادي طيب. اي عادي. هاي درجه الحب عاليه يعني يعزك كلش. الحمد لله. الاكل محروم. الحمد لله. يا رب يدوم هاي المحبه بيننا. رحم الله والديك وانت بألف خير. وانت بألف خير. رحم الله والديك. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. بهذه الاجواء الرمضانيه الجميله، بهذه المحبه بين عوائلنا الكريمه، راح نشوف عوائل في الكاظميه، عوائل اخرى، نتحاور معاهم شنو الاجواء اللي يحبوها او شنو اللي يتمنوه برمضان الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام عيوني، رمضان كريم عليك وعليكم. كل عام وانتم بخير عيني. فدوى حبيبي. والله من الكاظميه. من الكاظميه. اصل الكاظميه؟ لا والله مو اصلنا، يعني صار لنا فتره قاعدين كم سنه. الله يحفظكم. شلون الكاظميه؟ والله حلوه برمضان. رمضان حلوه صحيح؟ جميله صحيح. من كل مكان. يجوها وللفجر تبقون يعني. زين الاكثر الاشياء اللي متداوله بالكاظميه شنو موجود اكثر شيء يتداول؟ يعني هاي الزرده، ما زرده موجوده؟ والله هاي بالبيت نسويها الزرده، بس المحلات تتداول بين العالم. اي الجوارين يطون. اي بس هي اغلب شيء الحلويات يعني زون الست والبقلاوه. هي. المطاعم يعني المحلات. جيد. اي نعم. جيد. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. عليكم وعليكم اليوم البنات عليهم مسؤولية انه يسوون حلويات. اي صحيح. هاي اكثر شيء. تسوين حلويات؟ اي اسوي. شنو حلويات تسوي؟ اسوي يعني بالبيت يعني اكثر شيء اسوي زرده، اسوي هاي يسموها اكلات. لا 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 اشياء والله هواي. اي حلويات بس يعني ما اتذكر ايش. ما اقول لك الله يحفظها. الله يسلمك. زين بس تعودها على الاكل او الحلويات زين اذا تتعلم. الله يحفظك. شلون حبيبي؟ زين الحمد لله. زهراء. زهراء شو تتمني زهراء؟ اتمنى لك تنجحين يا ربي؟ ايه بالخامس ان شاء الله. تنجحين وتقومين ان شاء الله تطلعين من الخامس، والله يوفقك ان شاء الله. تحياتنا لكم. رمضان عيوني. شكرا شكرا للفلوجه حبيبي. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحفظك. خاله والله الحمد لله. شكرا علينا وعليكم وعلى أمة محمد رحم الله والديك. فجوله الحمد لله. احنا والله من بغداد. والله شلون اليوم جو طيب ما شاء الله. شلون الاجواء رمضانيه؟ والله زينه الحمد لله وشكرا. ان شاء الله خير خير ان شاء الله. الحمد لله كل زينه هسه الجو يعني زين خاصه، والحمد لله كل شيء متوفر بالبلد الحمد لله والشكر. امي اكثر شيء يميز يعني رمضان بغداد، شنو اكثر شيء مميز في بغداد برمضان؟ هو يعني الروشه مال الناس ما شاء الله، يعني مثل الامان
اكو امان بالمنطقه، الناس تروح وتجي يعني ماخذه راحتها، ماكو مثل بقيه السنين السابقه. كنا محصورين يعني ما نقدر لا نطلع لا نسوي. هسه اجواء يعني زينه الحمد لله بكل مكان، كل جميع بغداد. كل بغداد اقول لك هسه الاجواء زينه الحمد لله. ان شاء الله يا ربي يتقبل الصيام والطاعات. حياك الله. اهلا وسهلا. خلينا نشوف عوانا الكريمه. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. الله يسلمك يا طيب. الحمد لله. وانت بألف خير يا طيب. فتشي يعني فتشي كلش حلو، ان شاء الله الله يعودها كل سنه على امه الاسلاميه بخير. الحمد لله واشكر. وكان جهد الحكومه جيد جدا، يعني كله جيد جدا من ناحيه الامان، من ناحيه الامن، الامات الخدميه يعني المتوفره بكل مكان جيده كلش جدا. يعني نشكر امانه بغداد ونشكر رئاسه الوزراء على الخطوات الجيده من كافه الخريجين. نعم من كافه الخريجين. الله يسلمك. رمضان كريم. السلام عليكم. السلام عليكم. رمضان كريم. الله وبركاته. رمضان عليكم وعلى امه محمد. الله يحفظك. شلون الاجواء الرمضانيه؟ والله خير من الله. رمضان خير من الله، والزياره خير من الله، والامان وان شاء الله يستركم الله وباب الحوايج وموسى بن جحفر. امين يا رب. واهل البيت كلهم ان شاء الله يوقفوا لكم ويوقفون لولدنا والشبابنا، وان شاء الله يكفينا شر داعش. ان شاء الله لا يمر بينا نزور ونمشي ونطلع ما نخاف. وهذا رمضان كريم علينا وعليكم وعلى امه محمد. وهذا موسى بن جحفر اريده ان شاء الله زياره حلوه وخير من الله. وامان هسه نجي بالليل ونطلع بالليل ونرد بالليل ما نخاف. امان ان شاء الله. بقى امان ان شاء الله الكم والامه محمد. الله يتقبل يا الله يستر عليك. حم الله واديك. السلام عليكم. السلام والرحمه. رمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله جميعا، كلها بالخير ان شاء الله. ان شاء الله بخير. خير ان شاء الله. اني من بغداد. من بغداد؟ بغداد هاي الزهراء الكمالية. المشتل. المشتل ان شاء الله. اكثر شيء على مسؤولية الزوجة او المرأة بالبيت، شنو مسؤوليتها برمضان؟ هي مسؤوليتها هي انه كنا تحضر كل اجواء الحلوة رمضانية، خاصة سحور فطور كلها هي تحضر. لازم ما يتكرر. لازم ما يتكرر وتنوع. اي وان شاء الله خير. اكثر اكلة يحبوها من ايدك شنو؟ يحبون الدولمة، يحبون الدجاج مرقة حمراء والتمن، هاي الشغلات يحبوها. أكثر أكلة ما يحبوها من إيدك؟ ما يردون نواشف، يردون بس يحبون مرقة والتمن. نواشف ما يحبوها. يعني معناها بيتكم اسمان بيبوايا. إي إي. طبعًا كلهم اسمان وخشنين. إي إي. الله يحفظكم إن شاء الله. رمضان كريم. إن شاء الله عليكم وعلينا جميعًا، الله يحرسكم ويخليكم. الله يبارك فيك. خلينا نشوف باقي عوائلنا الكريمة. خلينا نشوف. خلينا نشوف الحجية، حجيتنا الله يساعدك يمك. قواك الله. ابو حيلك الله يخليك. ما بيحل تمشين. اي والله يما ما بيحل. والله العظيم. طول عمرك. الله عساك سالم. رحم الله والله. ماشي لابو محمد انا. الله يتقبل. للرضا بعد امك، ندعي لكم ان شاء الله بصحه وعافيه. امين اي والله حجي. لامة محمد. امين يا رب. واحنا من هاي امك. اولادك وياك بناتك موجودين ولا لا؟ اي والله هذا موجودات؟ شناين وبناتي. ما شاء الله. الله بعد امك وعمرك. كم نفر عندكم؟ خير من الله. خير من الله. شناين أربعة وولادي هم أربعة. أنت اللي مسيطرة على البيت؟ نعم أي أنا أي. واحد يقدر يحكي حكاية؟ لا إيش حد؟ إيش حد؟ إي إي. لا ما يقدر. موجود أمهات قبل يقدر يحكي؟ لا ما أقدر، أنا مسيطرة عليهم إن شاء الله بقوة الله. قوة الله. إي والله أراضي عليهم وأنا هن راضيت علي بنعمة. نعمة فضيلة. بعد أمك. ما دام أنت طيبة فأكيد اولادك وشنايلهم ان شاء الله يكونون طيبين. اي والله كلهم طيبين، بس عدة اثنين راحوا لي هم راحوا لي فدوه. آه. اي والله الله يطول عمرك. الله يا رب ان شاء الله في جنات الله. الله يخليكم. رحم الله والدي بعد عمري. الله يحفظك. رحم الله والدي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. خلينا نشوف. السلام عليكم. رمضان كريم. السلام علينا وعلينا وعليكم ان شاء الله. والله يسلمك. من منطقة؟ الله يعودك لسان. بغداد جديدة. بغداد الجديدة. اي والله. اليوم النساء في بغداد الجديدة اكو اماكن يلتقي النساء فيما بينهن، يعني تكون جلسات دينية، تكون جلسات إيه احنا نقرأ دينية والناس تط الناس تطعم ناس. وإن شاء الله من يصير عملي رمضان ناس تط الناس تطيه هم يدزون وإحنا ندز لهم. إيه ونقرأ إن شاء الله نقرأ لهم دينية.
اي نقرا لهم احنا وهم يقرون ان اي والله طريق السلام. الله يخليك عيوني. الله يسلمك. السلام عليكم شباب. وعليكم السلام. رمضان كريم علينا وعليكم. ان شاء الله يعيد عليكم بالخير والعافيه ان شاء الله. شلون الاجواء الرمضانيه؟ والله اجواء الحمد لله وشكر اجواء حلوه يعني، واللمه ما شاء الله تحلى اكثر واكثر، وربي يحفظ العراق واهله. الله يسلمك حبيبي. في دول شو تتمنى يتحقق برمضان؟ والله احنا نتمنى الامان هي اول شيء بالعراق، وان شاء الله يا رب التوفيق الدائم لكل شبابنا، لان تعرف العالم متخرجه، شباب متخرجه وماكو لا تعيين ولا وظيفه، هذا الشيء اللي نفتقر اليه. ان شاء الله نشوفكم مكان حلو. حياك الله حبيب قلبي. خلينا نشوف باقي عوائلنا في مدينه الكاظميه، لكن خلينا ننتقل الى مكان ثاني بقوه. خلينا نشوف شبابنا الحلوين. السلام عليكم. رمضان كريم. وعليكم السلام. 100 هلا. شلون رحلك؟ 100 هلا بيك. بغداد. بغداد. شلون رمضان وياكم؟ خير اذا انتم زينين. الله يحفظك. صايم ان شاء الله؟ نعمه الحمد لله شكرا. درجه الحراره زينه؟ شوف الجو زين. الجو نعمه. كل من المنطقه؟ من المدينه. المدينه. اكثر مكان مفضل عندكم بالمدينه وين تقضوا؟ مجالس. مجالس وين مثلا؟ اي منطقه نروح. شنو امنياتك بشهر رمضان كريم؟ الله يحفظ هذا البلد ويحفظ هذا البلد من كل شر بحق الحسين. السلام عليكم. رمضان كريم. عليكم السلام. رمضان كريم. بخير الحمد لله. شلونك؟ بغداد المدينه. المدينه. حياك الله حبيبي. الاجواء الرمضانيه بالمدينه يعني بعد بها حركه تبقى؟ نعم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ماضيه ان شاء الله كل سنه كل عام. يحفظ العراق ان شاء الله. اوقات الشباب بعد الافطار وين يروحون؟ والله الشباب قسم كوفيات وقسم مجالس، كل من قسمه المن كل من وضعه حسب يعني الترتيب، هو شنو برنامجه يرتب. زين. اكثر شيء تتمناه بشهر رمضان شنو؟ والله اكثر شيء وان شاء الله يحفظ العراق والعراقيين، وان شاء الله يكفينا من هذا الشر. اي شر اي والله بالبلد ان شاء الله يبعد عنه ان شاء الله. حياك الله. رمضان كريم. رمضان كريم قلبي. حيا عليك. محبس اي والله اشرب محبس. هو شوف محبسك هاي. شنو المحابس؟ موديل جديد. شلون والله خلينا نشوفها. شلون نشوفها؟ شنو اسمها هي؟ والله ما ادري. شلون ما كان نلبس احنا؟ ها شلون ما شلون ما كان هاي موديل؟ هاي الموديل. شوف هذا موديل حلو. خلينا نشوف موديل موديل جديد نازل. موديل جديد. شلون الشباب اوقاتكم بعد الافطار وين تروحون؟ والله نطلع هنا يوم قهوه كوفي نقضي اليوم هيك ان شاء الله. ان شاء الله. اكثر امنيه تتمناها؟ والله الامنيه يعني الامان وال يعني ايش اقول لك؟ اولا بس الامان ان شاء الله. الله يا رب. الله يتقبل ان شاء الله. ممنون. خلينا نشوف العائله الكريمه هنا. السلام عليكم. رمضان كريم. السلام عليكم ان شاء الله. شنو اكثر شيء تتمناه برمضان يصير؟ والله يا عمي السلام والامان ان شاء الله على عراقنا الحبيب. امين ان شاء الله. رحم الله والديك. حياك الله. رمضان كريم عليك. ممنون. خلينا نشوف العائله الكريمه. رمضان كريم عليكم سيد على الجميع ان شاء الله. وانت بخير. الله يخليك. الله يحفظك. منصور. من منصور. شلون الاجواء الرمضانيه بمنصور؟ والله زينه. حلوه؟ احلى كلش حلوه طبعا. الله يخليك. اكثر اوقات تحبون تقضوها بعد الافطار وين؟ بين الاهل طبعا، وبعدين نطلع نسحر بالمطعم. نسحر بالمطعم. اي نعم. يعني انتم مطاعم تصرفون مطاعم؟ طبعا احسن من الراس في الفيت. هاي عجز هذا. لا مو عجز بس واحد يعني بس مو دائما. مو دائما. اي مو دائما. زين اليوم تشوفين يعني منصور انتم قاعدين بنص المطعم، يعني تريدون تطلعون تاكلون مطعم ما تدخون دار مدارك المطاعم. اي طبعا دار مدارنا ما شاء الله. يعني هناك من عندكم يروح تقول اطلع برا روح. اي طبعا. جوينج اوت. ها؟ ماكو ما تتعبون انتم هناك قبل ياكل برا. اي واحد يزعل. لا ليش لا احنا ببيتنا ترى نفطر ما نفطر بالمطاعم. لا لا بالبيت انا افضل يعني بالبيت. تفضلين البيت؟ ايه زين احسن. بس النسوان يحبن من الصر الاكل بالمطعم يحبنها لين يقول لك ماكو تعال وطبخ خدمه. اي على الحاضر هو جاهز اقعد على الميز يجيني. لا والله انا احب اكل البيت لين اولا انظف واريح بالبيت. زين تاخذين خصوصيتك بالبيت طبعا. ايه ايه يعني يبقى المطعم جوعان. ايه صحيح؟ ايه ايه هيك. من عندكم اكثر وحده بالبيت طباخه ماهره تقولون هاي
تطبخ؟ أني أني يعني ضابين الأكل عليك؟ إيه إيه. زين، الأكثر أكلة أنت مميزة بيها كل يسولفون بيها أكل؟ والله كل الأكل، دولمة، تمن باقي اللي سمت مز، يعني هذا بالبيت بالفرن، إيه كل شيء طيب. زين بالبيت يعني رجال البيت ما يتنحسون من أكلة معينة يقول لكم هاي الأكلة ما طيبة؟ لا لا، يصير هجوم. يصير هجوم لين أكل طيب. هجوم على الأكل؟ إيه. زين من عندكم اللي قبل ما تعرف تطبخ؟ خلني شوي نفضحها. ضايع عندنا. ما أعرف. ضايع؟ إي ضايع عندنا، كل شيء ماكو، كل شيء ما نسوي. لا كل شيء ماكو، كل شيء ما نسوي. الزوجة ولا ما متزوجة؟ لا متزوجة طبعا. إي. الزوجة كل شيء ماكو؟ بس. الزوجة كل شيء ماكو؟ بس على لا مو شوربه، بس على الباميه، على الباميه وعلى الفاصوليه. اي زين، اذا هي ما تعرف تطبخ رجلها شلون متحمل؟ متوفي، متوفي. ها الله يرحمه، يرحم موتاه. زين يعني هي الطبخ بالمنتج ما تساعدكم بالطبخ؟ لا لا كل شيء بنسوي. اي بس تاكل؟ اي بس تاكل، بس تاكل. اي طبعا هاي مشكله، هاي يعني مشكله هاي طبعا طبعا اكيد. اي اكيد. اي طبعا. الامنيه خاصه تتمنى برمضان شنو؟ أمنيتي زوجي دائما متواجد ويانا وأولادي، ولو يعني هو إحنا ما نشوفه أصلا دائما بالدوام، بالدوام ما متواجد. أي الحمد لله. ما يتواجد البيت دائما؟ لا لا ما يتواجد. زين. حياة سلمي علي شوفي. الله يوفقه إن شاء الله لأبو عبودي وصحة وسلامة، وكل عام هو بخير إن شاء الله يا رب، ويحفظه إنه ويحفظكم. نعم. أبو عبودي متزوج زوجة ثانية ولا؟ ليش يا ستار شرك علي؟ هذا نسأل سؤال ويقدرين تجاوبين عليه. لا لا ما متزوج؟ لا لا الحمد لله والشكر. زين. لا في اليوم إجاك وبعد سنين طويلة إجاك وجاب مرة وياه قال لك هاي زوجتي وهاي الأولاد. لا لا ما يسويها. ما يسويها؟ طبعا واثقة منه. واثقة كلش؟ واثقة منه الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر، بس رب العالمين حلل الزواج الرابع لحد الرابع. بحاله طبعا اذا المراه كانت بكل حاله. لا لا لا، اذا الزوجه مقصره ويا زوجها زين يعني من حقه يتزوج عليها. اي بس اذا المراه موفرت له كل شيء ليش دي يتزوج عليها؟ عنده حق ابو عبودي يتزوج عليها؟ لا لا ما يتزوج. لا لا ملتهي بالدوام، هو متزوج الدوام. يلا الصحه والسلامه، الله يحفظك. رمضان كريم عليك. اسماعيل عيني. نعم الله يحفظك. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. خلينا نشوف باقي العوائل الكريمه ونشوف ايامنا وياهم، خلينا نشوف العائله الكريمه هنا. يلا راحوا العائله، ما يحبون يطلعون قدام الكاميرا. شلون الحلوين؟ تعال شو اسمك؟ حسين. تقي. حسين. تقي؟ ايه تقي لو حسين. تقي. تقي شلونك؟ زين الحمد لله. رمضان كريم عليك. علينا وعليكم. تقي انت اكثر شيء تتمناه برمضان يصير شنو؟ اصوم. الصوم؟ ده الصوم هسه لو بعدك؟ ايه اصوم. تفطر قبل الاذان لو تتحمل الاذان؟ اتحمل. سبع. ايش قد عمرك؟ 11 سنه. زين اكثر امنيه تتمناها هيك تقول يا رب تصير للبيت لاهلك شنو هي؟ انا اصير انا والله رادود. رادود حسيني؟ ايه. اي ان شاء الله. حافظ شيء؟ لا والله. حافظ ابد؟ نص. نص ونص؟ لا لا ما حافظ. يلا ان شاء الله. حياك حبيبي. السلام عليكم امي. رمضان كريم. رمضان كريم. الله يخليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله بمناسبة شهر رمضان الكريم المبارك، هذه الزيارة يعني لكل العراقيين يعني خير وبركة، وشهر رمضان يعني هو شهر مبارك ويجمع العراقيين على الحب والألفة، ولك الشكر جزيلا. آمين. حياك الله. ها عمو تعال صحتين. شو اسمك؟ رقية. رقية. الله يحفظكم ان شاء الله. حياكم الله. حياكم الله. الله يحفظك. خلينا نشوف هنا العائله الكريمه. السلام عليكم. رمضان كريم. حجيتنا شلون؟ رمضان الكريم ان شاء الله. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى امك محمد. زلنا وندعي لك. الحمد لله والشكر وفضل الله. رحم الله والديك. شلون الاجواء رمضانيه؟ الحمد لله والشكر وفضل الله. ان شاء الله يستر علينا وعليكم وعلى امك محمد وعلى الاسلام ان شاء الله. دعواتنا ان شاء الله كلهم ولدي ان شاء الله. رحم الله والديك ويحفظك ان شاء الله يا رب. تبقين خيمه عليهم. رحم الله والديك ان شاء الله. ان شاء الله. زوجتهم لا؟ لا واحد متزوج ابو حيدر وابني بامير بعده. بعده؟ اي. زوجي الامير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الايام. منو امير؟ منو حيدر؟ ابو حيدر. انا ابو حيدر. ابو حيدر شلونك؟ والله زين الحمد لله. علينا وعليكم ان شاء الله. صحه وسلامه ان شاء الله. الله يسعدك. من حي الجهاد. حي الجهاد. شلون هالاجواء الرمضانيه؟ حي الجهاد هم شعبيه يعني بيها اجواء رمضانيه. اي الحمد لله والشكر وضعيه احسن من قبل.
اي هسه شويه سنه عن سنه جاي تختلف والامان والهاي حل. الحمد لله وشكرا. خاصه لابو حيدر شنو هي؟ لم حيدر لو الي كيفك لم حيدر؟ ان شاء الله الصحه والعافيه، ما اريد كل شيء بس الصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي. ربي يحفظك ان شاء الله. سويه لو اي سويه كنا سويه اي الحمد لله وشكرا. اللي تزوج يقعد ويا عائلته مو افضل برايك؟ شلون العادي؟ لا ويا اهله احسن. ويا اهله؟ اي ويا اهله امي ابوه الحمد لله. اي شلون العاد؟ الله يحفظك ان شاء الله. رحم الله والديك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يحفظك. رحم الله والديك. والله نزوج لاحق ان شاء الله. الله يحفظك. اكثر شيء تتمناه انت يتحقق برمضان شنو؟ والله هو الاستقرار. واحد احنا نريد الحياه حلوه تصير، يعني الشعب بخير، ويا رب ان شاء الله كل سنه تطور ان شاء الله يصير احسن ان شاء الله. يا محمد والي محمد الله يحفظك. رحم الله والديك. رمضان كريم. رمضان مبارك ان شاء الله علينا وعليكم وعلى كل محبين ان شاء الله. الله يحفظك. يجعلكم بخير ان شاء الله. نعمة فضيلة الحمد لله. شنو اكثر شيء تتمناه بشهر رمضان؟ والله احنا نقول الحمد لله على هدايته لدين. نسأل الله علينا ولنا واياكم كل سنة وكل عام ان شاء الله بركات شهر رمضان. ويحفظ العراق ان شاء الله بكل طوائفه وكل محبين للخير ان شاء الله. نسال الله ان شاء الله يعيد علينا وعليكم بالبركه والامان. لا انا من بغداد الان، من يعني قريب الحيور ان شاء الله من فضل الله. الله يحيي اصلك بخير ويا الله يبارك بكم ان شاء الله. شهر رمضان كريم عليك. يا ربي امين ان شاء الله للجميع. حياكم الله. شكرا بالخير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك الله والديك علينا وعليكم ان شاء الله. خان بني سعد دياله. من خان بني سعد. شلون الاجواء بخان بني سعد؟ شويه يعني شويه بعيده هي عن بغداد مو؟ اي نعم بعيده. نعم بعيده تراب بغداد. اي نعم. شلون الاجواء رمضانيه دي؟ والله الحمد لله الفضل الله، جهود قوات الامنيه الفضل الله، امان فول فضل الله. جيد. الحمد لله والشكر. شنو اكثر امنياتكم اهالي خان بني سعد يتمنوا شنو؟ والله امنيه بالنسبه للامنيه يعني ماكو غير احسن من العراقي يصير بخير والامان، ماكو غير يعني العالم تفتر وتمشي براحتها وتقعد براحتها وماكو غير هذا الشيء. ورمضان كريم عليكم ان شاء الله علينا وعليكم. الله يسلمك. حياك الله. شكرا لزيارتك. ممنون. خلينا نشوف باقي العوائل. فقط الكادر يقولوا لي خلص الوقت. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من مدينة الكاظمية المقدسة، ومن مدينة الكاظمية الأمنيات انطلقت بالأمن والأمان والاستقرار لأبناء العراق كافة. ويا رب بهذا الشهر المبارك الكريم أن تستجاب هذه الدعوات وأن يكون العراق بخير وسلام، وإن شاء الله العراقيين يكونون بخير وسلام وكل عام وأنتم بالخير. نلتقيكم على الحب والخير دوما. مدينة يا مدينة.